ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. والمنتخب المغربي والرائد على المستوى الإفريقي، منتخب المغربي الذي كان حقق حلم ملايين لصفقة المغاربة ولكن العرب والأفارقة بوصول والعبور للدور النهائي. المنتخب المغربي كان من الأربعة الكبار، هذا يدعو الاعتزاز والافتخار، أكدنا للعالم أن المستوى ليس مغربيا بحماس وبتفاني وبروح وطنية قلنا ضرر. بسرعة سنقدم تشكيلة ديال المنتخبين. المنتخب الوطني المغربي يدخل المجموعة الثانية، ياسين بونو في حراسة المرمى، باقي لاعبين نصير بزراوي، نايف أكارد، العميد غانم سيس، أشرف حكيمي، عز الدين أولاحي، تواجد سفيان أمرابط، بلال الخنوس، حكيم زياش، سفيان بوفان ويوسف النصيري على مستوى الهجوم. هذوما هذه التشكيلة الرسمية ديال المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي على مستوى الاحتياط. هناك مدير محمد المهدي بن عبيد كحارس، الجواد يميق، عبد الرزاق حمد الله، أشرف داري، عبد الحميد صابري، أنس الزلوري، زكريا أبو خلال، عبد الصمد الزلزولي، بن جميل بوشواري، وليد شديرة، أيوب الفوز في هذا اللقاء. تواجد محاولة، حكيم زياش طبعا الكرة، فرصة وتدخل الدفاع، إبعاد الكرة للريان القطري. هناك خطأ، هناك خطأ بالفعل، هناك خطأ، حكم المساعد رفع الراية، وبالتالي كان خطأ أمام اللاعب عز الدين أولاحي، كذلك زياش، حكيم زياش كيرفع الكرة، فرصة 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 وخروج الحارس، خروج ويفرتون، بيريرا دا سيلفا هو اللي بعد الكرة، الكرة كرة خطيرة ممتاز مرة أخرى. غانم السيس على مستوى التدخل، شابك بحقه في التنظيم في الوقت والمحاولة، أشرف حكيم بحكيم بن شفتة جونيور كي مرر في الجهة الأخرى عند لوكاس المنتخب البرازيلي، كرة مشات فوق المرمى، أبرز محاولة لفائدة المنتخب البرازيلي. سنوتاكيا وأوروبا في الوقت هذا، المحاولة لممثل القارة الأمريكية الجنوبية، منتخب البرازيل تدخل وسط بوفان اللي كانوا لمرعى يوسف الخيري، لكن منتخب الوطني المغربي او يوسف الخيري، فرصة 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 مرات جانبا، فرصة الهدف مرات جانب الوسط، نصير مزراوي هو اللي كان وراء الكرة الأخيرة، تمريرة ممتازة لنصير مزراوي، خدع الكرة بالصدر كما سنتابع، لاحظوا تمريرة كذلك ازدواج على مستوى الأضواء، خطيرة 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 خطيرة، لابد من إبعاد الكرة، ياسين بونو، ياسين بونو، ياسين بونو كنقول أنه كسر عن الخطأ اللي قبيل 51% للمنتخب الوطني المغربي. كرة طويلة، أشرف حكيمي، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ، خروج خاطئ والهدف، خروج خاطئ والهدف الأول لفائدة المنتخب البرازيلي. الوقت هناك وضعية تسلل، إذا هناك وضعية تسلل مهم وقوي بالنسبه للعناصر الوطنيه. اذا هناك تسلل، اذا هناك وضعيه تسلل، ولكن استرجاع الكره من طرف اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي، تبادل المحاوله، وبوفال، فرصه 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 فرصه، وبوفال هدف، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي، وسط سفيان بوفال يضع كره في الشباك، والهستيريا على مستوى المدرجات، فرحه كبيره بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نفس الساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل الوصول للمرمى بعد محاولة اللي كيعرفوا الشغف ديال الجمهور المغربي. هذه فرصة خطيرة ويعمل يوسف الخيري، تمريرة، فرصة فرصة فرصة، حكيم زياش، فرصة الهدف، حكيم زياش كان بإمكانه يضع الكرة في الشباك، لعبات بطريقة ممتازة، لاحظوا ردة فعل ديال وليد الفلاكي، وحكيم زياش كان بإمكان منتخب الوطن المغربي قائم جولة أولى مثالية، فرصة فرصة فرصة، فرصة أخرى لفائدة المنتخب الوطني المغربي. عز الدين أولاحي يسدد في الوقت اللي المطالبة بأن هناك لمس على الكرة، وبالتالي من طرف اللاعب أليكس فينيسيوس جونيور، كانت خطيرة هذه التسديدة، مشات فوق المرمى، فينيسيوس جونيور يسدد مباشرة للمرمى، لاحظوا بأنه كان دخل الفرحة بقلوب كل المغاربة. لعبت الكرة، كرة خارج أرضية الملعب، كرة خارج أرضية الملعب، كانت فرصة خطيرة لفائدة المنتخب البرازيلي. أشرف حكيمي، حكيمي حاول يمرر، تسديدة قوية لحكيم زياش، ولكن الكرة كتمشي بعيدة شيئا أمام لاعبين كبار، لكن هذا تدخل ممتاز، ياسين بونو
ردة فعل ياسين بونو مع تسديدة قوية لرودريغو في الوقت اللي قلت بأن المنتخب البرازيلي اللي عند بوفال ممتازة بزوفيا بوفال عند النصر المصراوي وحاول يمرر ويبحث على يوسف الصيري. تدخل الدفاع ديال المنتخب البرازيلي كانت ممتازة من الجهة اليسرى. سيرجع كرة من سوفيان أبرامات مشات كرة في الجهة اليمنى لفائدة المنتخب خطأ واضح والإنذار أعتقد اللاعب روجر كضرب في دفاع المنتخب البرازيلي. فرصة عز الدين أوناحي وتدخل حارس ويفرتون لبعد الكرة. عز الدين أوناحي تسديدة قوية وسط لاعب فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء وخطيرة كانت خطيرة هذه المحاولة عملكم برازيليين داخل منطقة الجزاء. تلقت كرة رأسية خطيرة لم تكن لها كرة ممتازة نايف عقرب لأنه كان هناك تواجد لاعبين. رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء فرصة أخرى خطيرة في ذلك المنتخب البرازيلي لحسن الحظ ما تمكنش من التسديد لاعب لوكت يد في الوقت يستجيب كرة أمام يوسف الصيري هدف تعادل في ذلك المنتخب البرازيلي هدف بواسطة العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بإمكانه أنه يحصل الكرة ولكن الكرة تجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف أول لفائدة المنتخب البرازيلي. فرحة الجماهير كذلك البرازيلية الحاضرة فرحة كبيرة للاعبي المنتخب البرازيلي العودة في نتيجة هذه المباراة كانت رأسية و المحاولة الأخرى يحيى تطلع على الكرة فرصة هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني بواسطة لاعب الصابري عبد الحميد الصابري ورقة رابحة من حق الجميع انفرحوا يا وليد من حقنا انفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري الكرة في الشباك فرحة كبيرة بحضور كل الأجيال تحضر لمتابعة هذه الملحمة أمام منتخب برازيل. تمريرة تدخل ممتاز لنايف عقرب كانت محاولة ليكو جونيور حاول الدخول داخل منطقة الجزاء. تدخل نايف عقرب ممتاز هناك خطأ بالفعل تدخل أمام